النهاردة مع 4 أنواع أملاح: الأمونيوم يوريت، كالسيوم كربونيت، هيبيوريك أسيد، بيليروبين. يلا بينا. نبتدي مع الأمونيوم يوريت. لها مسميات زي الأسيد أمونيوم يوريت، أمونيوم بايوريت، أمونيوم يوريت، مونو أمونيوم سولت، أمونيوم سولت، إيو كريستالز. وهي عبارة عن اتحاد جزئين رئيسيين. الجزء الأول وهو اليوريت، أملاح وعناصر زي الصوديوم والبوتاسيوم مع مشتقات اليوريك أسيد، وتكون عند الأمورفوس يوريت صوديوم يوريت وبوتاسيوم يوريت. الجزء الثاني وهو الأمونيوم. نيجي للشكل بتاعه والخصائص. تحت الميكروسكوب هنلاقيها كروية ولها أشواك خارجة منها غير منتظمة، ممكن تكون كروية ملساء من غير أشواك شبه كربونات الكالسيوم. بنشبهها بالتفاحة الناشفة ولونها بني مصفر، أحجامها متقاربة تقريبا. بتتكون وتترصف في الوسط الحمضي حسب مراجع كتير، وممكن المتعادل وممكن القلوي برضه. أنا لامح في عينيك سؤال، طبعا أنت مش هتنام بسبب النهاردة، هو إزاي إن اليوريت اللي هي حمضية مع الأمونيوم اللي هي قلوية؟ والإجابة يا صديقي إنه عادي جدا، شقين ملح. علشان نفرق ما بين البيوريت والكالسيوم كربونيت، ببساطة البيوريت كورة أما الكربونيت دايرة، البيوريت جسمها سادة أما الكربونيت مخططة. أسباب الأمونيوم بيوريت يا صديقي متعددة، أشهرها وجود بكتيريا، عندي جفاف، في زيادة في معدل ترشيح الكلى للأملاح، في زيادة في نسبة الأملاح في الدم، قلة الفوسفيت في الأكل، فبالتالي هيزيد تحويل الجلوتاماين للأمونيوم أو ارتفاع اليوريك أسيد في الدم. فنيات مهمة، أنا لو لقيتها في وسط حمضي بكتب أمونيوم يوريت، ولو لقيتها في وسط قلوي بكتب أمونيوم بيوريت. غالبا هتلاقي الكثافة النوعية عالية شوية، فنركز معاها. وارد جدا تلاقيها مع الأمورفوس يوريت، ممكن تلاقيها مع مواليد وأطفال وكبار، عادي جدا. ممكن نلاقيها مع واحد مش بيشرب مية كتير. أما بالنسبة لمخاطرها، ممكن تترصف في الكلى وتعمل حصوات. نيجي لفقرة انصح. انصح مريضك بنفس النصايح اللي نصحتها له في حلقة الأمورفوس يوريت. أما بالنسبة للعلاج فعلاجها معقد شوية حسب سببها. لو كان داخلي فربما يوصف الطبيب لها أي دواء يقلل قلوية البول زي فيتامين سي. لو في بكتيريا نتابعها ونعالج أي التهابات مجاري بولية. الجزء الثاني من حلقة النهاردة وهو عن أملاح الكالسيوم كربونيت، ولها مسميات زي الكالسيوم كربونيت كريستالز، أراجونايت، كالسايت، كربونات الكالسيوم. هي عبارة عن اتحاد جزئين، أملاح وعناصر زي أيونات الكالسيوم مع أيونات الكربونيت اللي تكونت من زيادة ثاني أكسيد الكربون. هنلاقيها شفافة أو بني مصفر، أحجامها مختلفة، ممكن تخلي البول لونه بني شوية. لها أشكال متعددة، إما كروية كبيرة مخططة شبه قلب فاكهة الكيوي من جوه، أو دامبل شيب كورتين صغيرين مع بعض شبه حبة الفول السوداني، أو دايرة صغيرة فردية، دوائر صغيرة جدا شبه الأمورفوس فوسفيت، أو دائرية شكل حرف إكس، 4 دوائر صغيرة. الكالسيوم كربونيت يا صديقي بتترصب في الوسط القلوي، مع ارتفاع القلوية بسبب الكربونيت بترتبط أيونات الكالسيوم معاها وتشكل كريستالات الكالسيوم كربونيت. عشان أفرق ما بين الكالسيوم كربونيت دامبل شيب وما بين الكالسيوم أوكزاليت دامبل شيب، الكربونيت فاضية من جوه أما الأوكزاليت مخططة. عشان أفرق ما بين الكالسيوم كربونيت والبيوريت، ممكن تكون الكربونيت شفافة ويميزها الخطوط اللي جواها أما البيوريت كرة مصمتة. لو جينا لأسباب الكالسيوم كربونيت، أولا الجفاف، ما بشربش مية كتير، زيادة ترشيح الكلى للأملاح، زيادة نسبة الأملاح في الدم، حصل تغير في الوسط، حصل ارتفاع في القلوية بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون الدايب اللي تحول لكربونيت. فنيات مهمة، قرأت سابقا عن اختبار للتأكد منها وهو إضافة حمض فيتحلل الكربونيت وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. ناخد بالنا ممكن نلاقي أمورفوس فوسفيت معاها، ممكن أشوفها مع الكالسيوم أوكزاليت كريستالز، وارد قوي. فقرة انصح، انصح مريضك نفس النصايح بتاعة الأمورفوس فوسفيت. أما بالنسبة للعلاج ربما يوصف الطبيب لها أي دواء يقلل قلوية البول زي فيتامين سي. نيجي للجزء الثالث من حلقة النهاردة وهو كريستالات الهيبيوريك أسيد. مسمياتها متعددة، أمونيوم هيبيوريت، بنزاميدو أسيتيك أسيد، بنزويل جلايسين، هيبيوريت، هيبيوريك أسيد. حمض الهايبيوريك او الهايبيوريت عبارة عن اتحاد جزئين، حمض البنزويك اللي هو البنزويك اسيد مع الجلايسين، ويتكون مركب اسايل جلايسين، وبينزل بصورة طبيعية دايبة في البول كناتج طبيعي للمركبات الاروماتية من الاكل. عبارة عن صفايح منشور رقيقة لونها شفاف واحيانا اصفر بني.
نادر وجودها، تابعة لنظام الرومبك سيستم، بتتكون في الوسط الحمضي والمتعادل وبتدوب في القلويات. علشان افرق ما بين الهيبيوريك اسيد وما بين الاوكساليت المونوهيدريت، غالبا الكالسيوم اوكساليت من النوع ده هلاقي معاه اشكال اخرى، وعلشان افرق ما بين الهيبيوريك اسيد وما بين كسر التريبل فوسفيت من الوسط. اسباب الهيبيوريك اسيد متعدده، منها لو انا اكلت مواد فيها فينول كتير زي عصاير الفواكه والشاي والخمور، لان الفينول هيتحول لحمض البنزويك وبعدين لحمض الهيبيوريك اللي بينزل مع البول. تاني سبب التسمم بماده التولوين، السبب اللي بعد كده الجفاف وزياده ترشيح الكلى للمواد في البول. فنيات مهمه، كريستالات دي ما فيش منها قلق خالص، حجم كريستالات الهيبيوريك حسب وقت تكوينها، ممكن نلاقيها مع المواليد والاطفال والكبار عادي جدا. في تحليل اسمه هيبيوريك اسيد تيست، الفحص ده من فحوصات وظائف الكبد. قلتلكم مش بخاف من الهيبيوريك اسيد قوي، لكنه ممكن يترصف في الكلى ويجرح في البطانه البوليه. فقره انصح مريضك بالالتزام بتعليمات الطبيب المعالج، ويشرب ميه كتير، ويقلل من الاطعمه الغنيه بالفينول، اشر الفاكهه والبذور واوراق الخضروات والشاي والخمور. اما بالنسبه لعلاجها، هي ملهاش اهميه طبيه قوي، ولكن ممكن نقلل حمضيه البول، وملهاش علاج متخصص. لو عايز تكتب كومنت ممكن تقول فينوليوريا. اخر نوع كريستالات معانا النهارده وهو البيليروبين كريستالز، لها مسميات زي البيليروبين كالسيوم سولت، كالسيوم بيليروبينيت، كريستالات الصفرة، عباره عن جزيئات بيليروبين لكن متبلوره. تحت الميكروسكوب شكلها هنلاقيه اما في هيئه ابر صغيره منفرده، او متجمعه على هيئه تجمعات او كور او حبيبات. لونها اصفر او بني محمر، احجامها مختلفه، بتتكون وتترسب في الوسط الحمضي بس. اما بالنسبه لاسبابها، ممكن يكون عندي مشكله في الكبد او المراره، او في عندي جفاف، او زياده في معدل ترشيح الكلى للمواد زي الصفره. فنيات مهمه، بصوره اكيده غالبا هنلاقي معاها نزول بيليروبين كتير في الشريط في البول. توقع ان اي حاجه تحت الميكروسكوب هتلاقيها مصبوغه باللون الاصفر. للاسف الكريستالات دي بتلزق في جدران الخلايا المبطنه للجهاز البولي بصوره عاليه جدا. فقره انصح مريضك بالالتزام بتعليمات الطبيب المعالج، هنزود من شرب الميه ونتابع حاله الكبد وتحسن وظيفه. اما فقره العلاج، هي ملهاش علاج متخصص غير متابعه حاله الكبد. عايز تكتب كومنت ممكن تقول بيليروبين كريستال يوريا. والسلام عليكم.